هو صاروخ إيراني الصنع استخدمه حزب الله في هجومه على إسرائيل لأول مرة منذ 2006، صاروخ فجر 5. ماذا نعرف عنه؟ هو النسخة الأكثر تطوراً من سلسلة صواريخ فجر، ويعد جزءاً من ترسانة الأسلحة التقليدية التي يمتلكها حزب الله. صحيح أن صاروخ فجر 5 إيراني الصنع، لكنه نسخة طبق الأصل لصاروخ صيني. هو صاروخ أرض-أرض طوله يصل إلى 6 أمتار، بينما مداه يتراوح بين 64 و75 كيلومتراً، وهو ما يعني أنه قادر على ضرب تل أبيب وأماكن أخرى في التجمعات السكنية الكثيفة وسط إسرائيل. وزن الصاروخ الواحد يبلغ نحو 915 كيلوغراماً، ويمكنه حمل رأس حربي يصل وزنه إلى 175 كيلوغراماً، وهو ما قد يؤدي إلى حدوث دمار كبير عند الاصطدام. كتائب القسام وسرايا القدس سبق واستخدمتا صواريخ فجر 5 لقصف تل أبيب، كما أن حزب الله استخدمها في حرب لبنان عام 2006. ورغم أن دقتها لا تضاهي مستوى الصواريخ الحديثة، إلا أنها تبقى سلاحاً فاعلاً في تنفيذ الهجمات على الأهداف المدنية والعسكرية.